جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أبو عبد الله، بالنسبة للذبيحة التي تذبح عند بناء المسكن وعند النزول في البيت الجديد واجتمع عليه الأصدقاء، هل في ذلك حرج؟ الذبيحة التي تذبح في المسكن عند النزول فيه من باب الفرح والسرور، هذا من المباحات، هذه من المباحات إذا كان القصد منها الفرح والسرور وجمع الأقارب والأصدقاء فلا بأس بذلك. أما إذا كان يقصد بها دفع شر الجن كما يفعل بعض المخلفين يذبح الذبيحة دفعا لشر الجن، هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز. بعضهم يذبحها على المدخل ويأخذ من دمها ويرشها على المدخل اتقاء للجن، هذا شرك بالله عز وجل. نعم.